تطبيق راديو مصر القرآن الكريم، استمع للقرآن المرتل أو المجود، اختار القارئ. الحمد لله رب العالمين. يمكنك أيضا معرفة القبلة ومواقيت الأذان. حمل التطبيق الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. طيب انا اظن انكم عرفتوا احنا هنتكلم على ايه. طبعا في عندنا ابلكيشن، تطبيق قناه مصر القران الكريم، هو كده كده موجود، لكن نزل عليه ابديتس او تحديثات جديده، ويمكن بميزات جديده كمان على التطبيق. خلونا بعد اذن حضراتكم نرحب جدا وبشده بدكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ورئيس قناه الناس. اهلا يا دكتور يوسف، وكل سنه وحضرتك طيب. مقدما خط قطع قبل يعني مفيش لحظة كده. طيب احنا هنحاول اتصال مرة تانية بدكتور يوسف عامر. طبعا انا اشجعك جدا على انه تنزل التطبيق، ولو عندك التطبيق ده نزل التحديث الجديد بتاعه. التطبيق بالمناسبة فعلا حلو وسهل وسلس، وتقدر بقى مثلا على سبيل المثال يعني تقدر تستمع للقرآن الكريم دكتور يوسف معانا على التليفون. دكتور يوسف عامر، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ يوسف بيه. كل سنه وحضرتك طيب. مشاهديك الكرام كل سنه وحضراتكم طيبين، ومصر كلها والعالم كله بخير وصحه وكل حاجه في تميز دايما. اللهم امين ان شاء الله. قناه مصر القران كريم، تطبيق قناه مصر القران كريم، ايه الجديد اللي فيها دكتور؟ حضرتك طبعا الشركه المتحده اطلقت قناة مصر القرآن الكريم في الخمس سنوات الماضية. بعد ما تم إطلاق القناة تم عمل تطبيق. التطبيق شيء طبيعي لابد من تطوير، وهو ده اللي قامت به الشركة مؤخرا. والتطبيق متاح دلوقتي بالأبديت بتاعه الجديد. التطبيق حضرتك باختصار ممكن أستمع بث مباشر لما يتلى من قرآن كريم على شاشة مصر قرآن كريم بشكل مباشر. وممكن أستمع إلى أي قارئ في أي صورة أنا عاوز أستمع ليه من خلال التطبيق ده، من خلال نافذة استمع للقراء، وده حضرتك بستمع لأي قارئ أنا عايزه. هنا بقى ممكن ما يكونش أونلاين، ممكن يكون أوفلاين. هنا حضرتك تقدر تستمع إلى مباشر إلى 47 قارئ مصري. الله أكبر. ده مباشر. وممكن حضرتك من خلال المكتبة حضرتك تستمع إلى 9 قراء مصريين، وهيوصلوا 47 إن شاء الله. ده في التطوير في المرحلة اللي جاية اللي هي تعتبر بدأت من النهاردة تاني إن شاء الله. يعني المرحلة الأولى في التطوير تمت النهاردة، وبدأنا في المرحلة التانية إن شاء الله برضو من النهاردة. عظيم. حضرتك بتستمع لي القرآن مرتل ومجود لمشايخنا وقرائنا العظام، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ صديق المنشاوي، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ أحمد الزريقي، طبعا الشيخ محمود البنا، وبالإضافة كذلك إلى بعض الشيوخ الشباب اللي منهم أحمد تميم المراغي وحجاج الهنداوي. جميل. والشيخ هاني الحسيني وعزة السيد راشد وكارم الحريري، دي برضو مجموعة من المشايخ. المهم جدا برضو في التطبيق حضرتك إن أنا ممكن أعرف مواقيت الصلاة واعرف اتجاه القبلة. حلو. وده تم فيه ضبط للمواقيت، يعني حضرتك عارف كده اعادة تشييك على الحاجة. تم ضبط المواقيت، وتم برضو تجديد الشكل البوصلة. يعني مثلا حضرتك انا عايز البوصلة تبقى بشكل معين من الاشكال اللي الزملاء عاملينها، انا بختارها. في اي مكان في الدنيا اي واحد ممكن يعرف وقت الصلاه عنده الساعه كام في الدوله اللي هو مقيم فيها، واتجاه القبله فين، لان التطبيق بالعربي وباللغه الانجليزيه.
رائع. برضو تم حضرتك تحسين أداء التطبيق نفسه وسرعته، بحيث أنه هو ياخد مساحة قليلة ولكن يديني سرعة شغل سرعة عالية. برضو حضرتك من الحاجات الجديدة تم بقى زيادة أجزاء لبعض القراء. يعني أنا مثلا لما بنوع على التطبيق 9 مخرجين معناها أن حضرتك معاك 9 مصاحف. صح. يعني الكل قارئ له القرآن الكريم مرتل كله أو مجود كله أو الاثنين مع بعض. هايل. التطوير برضو شمل طريقة شكل عرض القارئ نفسه، أنا عاوز أسمعه مرتل ولا عاوز أسمعه مجود حسب ما أنا أختاره. يعني ده برضو بالإضافة إلى الجديد الحقيقة اللي تم في التطوير في الأذكار المتعلقة بقى بالإنسان في أوقاته المختلفة وأغلب المعاملات بتاعته سواء في الصباح والمساء أو الأدعية، إن الأنهى عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، وكذلك بعض ما يتعلق بالحج والعمرة والأداب العامة والتعامل مع الناس. كثير من المحتوى اللي هو يفيد الناس إن شاء الله، وده الحقيقة يعني هو جاهز، يعني هو شغال دلوقتي تماما بكامل طاقته، وبأمر الله في التطوير في المرحلة القادمة هيكون في جديد، وهو تفسير مبسط لمعاني آيات القرآن الكريم. والله يا دكتور والله كنت لسه هسألك أو أقترح، يعني كنت أقول لك يا دكتور هل في، فإن لم يكن إحنا محتاجين يبقى في هذا التفسير المبسط، أي حد فينا وكتير مننا بنعمل كده، يبقى في آية في القرآن قريتها أو سمعتها أو حاجة زي كده وأبقى عايز أعرف التفسير بتاعها، وبتبقى خشيتي أنا بقى كيوسف الحسيني إنه الناس تدخل على جوجل فتتكعبل في تفاسير غير سليمة، أو البعض يعني يلبسها ما لا يجب إنه يكون. فلما هتنزلوا لنا التفسير بتاع القرآن بالشكل المبسط لعموم الناس عبر التطبيق أصبحت أنا كده مطمن إن الناس هتشوف وهتقرأ وهتفهم تفسير سليم. حضرتك إحنا برضو هنعتبره اقتراح حضرتك. إحنا الله يخليك. لا ما هي تورد أفكار وده شيء عظيم. إحنا بدأنا فيه كمحتوى من حوالي 4 شهور في هذا الموضوع، لأن احنا طبعا بنعيد تفسير بشكل مبسط يصل إلى معنى الآية، يعني ما المفهوم أو ما المقصود من هذه الآية، نفهم إيه من الآية دي، المعنى البسيط اللي هو دون حوار في حاجات بلاغية أو ما إلى ذلك. صحيح. لأن القرآن الكريم معجز في لغته طبعا. فإحنا بس هنقول بحيث أن الإنسان البسيط يستطيع ان هو يصل الى المعنى العام المقصود من الآية. هايل هايل. وده ان شاء الله يعني في المرحلة اللي جاية هيبقى موجود على التطبيق وهيبقى موجود على شاشة مصر قرآن كريم ان شاء الله. ده شيء عظيم جدا 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 يا دكتور، يستدعي ان احنا نشكركم عليه جدا ونهنيكم كمان على اللي بتعملوه، ويعني اقدر اقول كده مبروك علينا عموما هذا التحديث الرائع والمزيد من التحديثات ان شاء الله خلال الفترة الجاية. كل الشكر ليك يا دكتور يوسف. شكرا جدا دكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس قناة الناس.